اللي روح التمرين 19 من الكتاب المدرسي يتعلق بالمعادلة بالضبط بحل المسائل. إذا التمرين 19 شنو كيقول؟ حدد العدد الصحيح الطبيعي أ حيث الفرق بين خارج أ على 2 على 3 وجداء أ في 2 على 7 هو 221. إذا باش نديرو الحل ديال واحد المسألة، أول مرحلة نقوم بها هو اختيار المجهول المناسب. اختيار المجهول المناسب هو السؤال اللي باغي نجاوب عليه، دائما السؤال اللي باغي نجاوب عليه هو اختيار المجهول. يعني المطلوب منا هو حدد العدد الصحيح الطبيعي، مثلا نختاره ليكون إكس أو ليكون أ مثلا، لأن هو المطلوب منا ليكون أ العدد الصحيح طبيعي. إذا أ هو العدد الصحيح الطبيعي، يكون أ العدد الصحيح الطبيعي حيث الفرق بين خارج أ على 2 على 3 وجداء أ في 2 على 3 هو 121 221. ب صياغة المعادلة. إذا صياغة المعادلة هنا عندنا حيث الفرق بين خارج أ على 2 على 3 وجداء أ في 2 على 3 هو 221. أشنا هو الفرق؟ هو العملية ديال الطرح. يعني الجملة الأولى هي خارج أ على 2 على 3، شنو هو الخارج ديال أ على 2 على 3؟ هي أ على 2 على 3 تساوي، يعني الخارج أ على 2 على 3 هنا هي خارج عددين كسريين وجداء العدد الأول اللي هو أ ضارب مقلوب ديال العدد الثاني اللي هو 2 على 3، يعني كتساوي 3 على 3 أ على 2 لأن المقام ديال أ هو 1. ثم عندنا في نفس الجملة وجداء أ في 2 على 7، إذا أ ضارب 2 على 7 تساوي 2 أ على 7. ثم عندنا الفرق ديالهم، يعني الفرق ديال هذا ناقص هذا يساوي 220. ثم الفرق بين خارج أ على 2 على 3 وجداء أ في 2 على 7 هو 221. يعني هنا خارج أ على 2 على 3 ناقص جداء أ في 2 على 7 هو 221. إذن هذا هو التعبير، خارج أ 2 على 3 هي 3 أ على 2 ناقص جوج أ على 7 تساوي 221. ثم نروح حل المعادلة. حل المعادلة، إذن لدينا 3 أ على 2 ناقص 2 أ على 7 221. نعم ندير توحيد المقام ما بين الطرفين بجوج، إذا المقام واحد في الحالة هو 14، إذا العدد اللي نضربه في جوج باش يعطينا 14، إذا نبسطو مقام العدد الأول نضربه في مقام العدد الثاني، نبسطو مقام العدد الثاني نضربه في مقام العدد الأول، إذا 3 أ نضربها في 7، 2 أ ضارب 7 ناقص جوج أ ضارب 2 على 7 ضارب 2 تساوي نفس الشيء هنا 20 ضارب نضربه في المقام ديال هذا هي جوج بحال بحال 7 ضارب جوج على 7 ضارب جوج. إذا غادي تعطينا هي 21 تلاتة أ سبعة، 21 أ على 14 ناقص 4 أ على 14 تساوي، هذا كتساوي عندنا 3094 على 14. إذا المقام غيختزلو به مغتبقى عندنا، غتولي عندنا 21 أ ناقص 4 أ تساوي 3094. 21 أ ناقص 4 هي 17 أ تساوي 3094. لما نقسمو الطرف الأول على 17 باش تخلصو من 17، الطرف الثاني نقسمو على 17 تزلو بيها تولي عندنا أ تساوي 3094 على 17 هي 182. إذا هذا هو المطلوب منا، إذا ألقيناها هو 182. إذا العدد الصحيح فهو عدد صحيح طبيعي. ثم المرحلة جيم، إذا المرحلة الأخيرة من دال تحقق من الحل. دل لدينا خارج أ على 2 على 3 هو، يعني خارج أ اللي هو 182، يعني 100. دل لدينا تحقق من الحل، لدينا خارج أ على 2 على 3 هو 182 نضربوها في 3، إذا هنا 3 أ هي 3 على 2 تساوي، إذا 182 ضرب 3 كتساوي تقريبا هي 273 إلى حسبناها. ثم جداء أ في 2 على 7 هو، إذا يعني 182 ضارب 2 على 7 تساوي تقريبا 52. ومنه إذا حسبنا الفرق
يعني 273 ناقص 52 تلقاو بأن كتساوي 100 لميتين عفوا 21. وبالهذا نكون تحققنا من النتيجة اللي حصلنا عليها بأن أ فعلا هو كيساوي 182. وهذا نكون سالينا التصحيح ديال التمرين 19.